ولكن ونحن نتحدث عن القيم الرياضية والمشاركات الرياضية والاحتمالات ومعنى الإخفاق الحقيقي، إنك أنت ما تقدرش تنتصر على ذاتك، ما تقدرش تنتصر على عيوبك، ما تقدرش تقدم كل ما لديك، هذا هو الإخفاق. ولكن أن تفعل كل ما بوسعك ويتفوق عليك آخر أكثر موهبة وأكثر استعدادا، هذا لا يعيبك. معانا من اليابان المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية يحدثنا عن أخبار البعثة. أهلا يا باشمهندس، إزاي حضرتك؟ أهلا كابتن عدلي، إزاي حضرتك؟ البعثة بخير الحمد لله، ومبروك لمصر كلها ميداليتين النهارده. أنا مبسوط جدا من كلام سعادتك الأخراني بتاع إن لا يعيب البعثة ما دام قدمت أقصى جهد وأقصى عرق في الملعب. ده الثقافة اللي لازم الناس كلها تبقى عارفاها. احنا بنحيي كل فرقنا ما دام بذلوا اقصى جهد، ما بيبصش على حققوا المركز الكامل. حقيقه احنا عارفين مين قادر على المنافسه ومين لسه قدامه مشوار طويل، او لعبته قدامها مشوار طويل عشان تعرف تنافس على هذا المستوى. كلنا بنبذل الجهد للوصول لاعلى حاجه ممكنه، انما في الاخر طبعا مش ممكن دوله واحده تحصل كل حاجه. في 206 دوله في الاولمبياد، احنا حققنا 2 من التارجت المهمين بتوعنا، اكبر عدد من الالعاب 23 لعبه من 29 عندنا، واكبر عدد من اللاعبين في تاريخ مصر، وده اتحقق ب 133 لاعب ولاعبه، حاجه يعني مشرفه جدا. فاضل يعني تارجت واحد ان شاء الله يتحقق في طوكيو باذن الله، وهو تحقيق اكبر عدد من الميداليات لمصر في تاريخها في دوره واحده، وهو عدد 5 ميداليات اولمبيه اتحقق في امستردام 28، برلين 36 ان شاء الله، واخرهم كان اثينا 2004. ان شاء الله نحاول نختاره ولاعبينا ان شاء الله قادرين على هذا. ميداليتين دول فاتحه خير، يدوا برضو امل، ويدوا يعني يرفعوا المورال بتاع اللعيبه كله ان شاء الله، واللي جاي يكون افضل جدا. طيب الاول، هو الساعه كام عندك دلوقتي؟ يا معديه الرابعه فجرا. فجرا في فرق 7 ساعات. انا نظر لاني كنت في اليابان قبل كده، قلت 9 دلوقتي هي 4 الفجر، ودي بتوضح اختلال الساعة البيولوجية اللي عايزة وقت يعني أطول عشان نعتدي عليها، وإحنا أحد الدول اللي بتتعرض لهذا الاختلال. ربما ده يشي ببعض الأسباب اللي مش عايزين نتشعبط فيها قوي، ليه واحدة زي فريدة عثمان مثلا ما جابتش أرقامها؟ عندك تفسير بخلاف هذا؟ أرقامها مش بنقول إنها تحقق، إحنا كنا عايزين بس تجيب أرقامها. برضو انا بعذر فريدة الحقيقه، مش عشان فرق التوقيت، بس فرق التوقيت فعلا عامل يعني عامل لنا شويه قلق للدول اللي هي اكثر من 6 و7 ساعات فرق توقيت. انما في الاخر ده في دول كتير عندها نفس المشكله دي، وظروف طوكيو او ظروف اولمبياد دي التاجيل، وان الفرق دلوقتي ظروف الكوفيد ما يقدرش تيجي غير قبل المنافسات بخمس او ست ايام، ما يلحقوش حتى يتاقلموا التاقلم المطلوب. احنا خلاص ده ظروف استثنائيه كلنا هنتعامل معاها، مش هنستعملها كشماعه ابدا الحقيقه. فريده انا بديها شويه عذر، لان هي تركتها الحقيقه على 50 متر حره اكثر من 100 متر فراشه. هي لعيبه كبيره، لعيبه عظيمه، قدرت مصر كتير، ربنا يكرمها ان شاء الله في ال 50 حره، يعني ان شاء الله تعرف توصل للنهائيات باذن الله. يعني انت تتوقع اداء هيكون افضل في ال 50 الحره، على اعتبار انها كمان خلاص بقى تاقلمت يعني. ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقها، تعبت وتستحق انها تجني بعض الثمار باذن الله وتحقق لنا مفاجاه سعيده. طيب عايزين نتكلم على الميداليتين اللي احنا خدناهم النهارده، هل هم كانوا ضمن الميداليات المتوقعه ولا كان متوقع؟ يعني كان مأمول افضل طبعا، لكن اللي اتحقق ده كان متوقع ولا في مفاجاه، ولا المفاجاه دي حسنه، ولا يعني كنا نأمل أكتر من كده؟ عايز أتكلم على الميداليتين دول وأصحابهم الأول. تمام، طبعا احنا بنبارك الهداية ملاك وسيف عيسى على الميداليتين، هم أبطال الحقيقة، حققوا لنا كتير في الماضي بطولات عالم. هداية دي مش أول ميدالية أولمبية، حققت لنا برونزية 2016 في ريو دي جانيرو، صحيح بالوزن الأقل من ده، فكانت الأمر أصعب الحقيقة بالنسبة لها. سيف عيسى حقق لنا برونزية قبل كده في أولمبياد الشباب 2014 في نانجينج في الصين، فهو لاعب واعد من مدة الحقيقة كبيرة. الحقيقة 2 أبطال أكثر من رائعين،
النهارده كان اول امل في ميدان. يعني احنا بنقول عندنا 133 لاعب ولاعيبه، عندنا منهم في الالعاب الفرديه حوالي 7 8 لعيبه قادره على الوصول للميداليات، عندهم كرات مختلفه. هدايه وسيف كانوا من ضمن حذاء اللاعبين، وعزم الحلب ايضا تصنف الرمايه كان من ضمن حذاء اللاعبين، انما لم يوفق النهارده الحقيقه وضيع 3 اطباق من مجموعتين، وده اقصاه من الوصول للنهائيات. هي دي الرياضه، الرياضه فيها غالب ومغلوب، فيها توفيق في اليوم وعدم توفيق. النهارده كنا عندنا 3 فرص حققنا منهم 2، ده شيء اكثر من رائع. مش ممكن كل فرصنا نحققها ولا كل فرصنا هنخسرها الحقيقه. مجهود ما بيضيعش هباء ابدا. فان شاء الله احنا عندنا برضو قوه الضرب، عندنا في اخر اسبوع في الاولمبياد او اخر 5 ايام عندنا المصارعه، عندنا الكاراتيه، وعندنا الخماسي الحديث هتكون فرص الحقيقه، عندنا فروسيه برضو. تتوقع في الخماسي الحديث حاجه؟ عندنا احمد اسامه الجندي واحمد اشرف الحقيقه لسه. انا مركز على الخماسي الحديث عشان عارف علاقتك بال طبعا طبعا انت رئيس الاتحاد يعني، فتقدر تحدثنا شويه على الخماسي الحديث ده؟ احنا على مستوى بطولات العالم بيبقى لنا تواجد، لكن في الدورات الاولمبيه حتى الان لم نحقق شيء. لا مين قال كده؟ احنا في الدوره الاولمبيه للشباب الماضيه الشباب انا بتكلم عن اتفضل اتفضل الكبار لم نحقق ميداليه حتى الان، نتمنى انها تبقى اول ميداليه للخماسي الحديث في طوكيو باذن الله. ولادنا خلاص، احمد اشرف واحمد سامح جدي اللي تأهلوا للعب الحقيقه شرفونا في بطولة العالم الماضية اللي أقيمت شهر 6 في القاهرة، وأحرزوا المركز الثالث والرابع الفردي مع نفس مجموعة اللاعبين اللي هيلعبوا في أولمبياد طوكيو. إحنا عندنا 36 لاعب و36 لاعبة هم تأهلوا للأولمبياد. مصر تأهلت ب4 لاعبين و3 لاعبات، والحد الأقصى لأي دولة هو 2 و2، فكان لازم نختار من الأربعة أو نقصي 2 ولاد نقصي بنت من المشاركة، ده لظروف يعني هيشارك يعني. هيشارك فعليا كل الاربعه والثلاثه ولا هيشارك 2 و1؟ لا هيشارك 2 و2، وده الحد الاقصى لاي دوله، وده ما حققش غير 3. طب معلش برضو يعني عشان ما نديلهم حقهم، مين البنتين ومين الولدين؟ احنا تأهل من عندنا احمد اسامه الجندي بتحقيق المركز الثالث في بطوله العالم والميداليه الفرنسيه على مستوى الكبار، اتأهل من عندنا بالرانك العالمي احمد اشرف واسلام حامد، اتأهل عندنا من بطوله افريقيا شريف نظير، يعني 4 لاعبين تأهلوا. احنا اخترنا وحطينا طريق لو تأهل اكثر من 2 مين اللي بليه الاولويه في اللعب. اما في البنات فتأهل من عندنا هايدي عادل من البطوله الافريقيه، ثم تأهلت اميره انديل وسلمى ايمن من الرانك العالمي، وتم اختيار هايدي عادل و أميرة هنديل تمثلنا في الأولمبياد. إذن هايدي وأميرة هم اللي هيشاركوا إن شاء الله بإذن الله، إذا لم يحدث يعني ما يستوجب لا قدر الله استبدال أي حد منهم. بالضبط مظبوط، حضرتك عارف إن أي حد هيكون عنده كورونا أو بي سي آر يبقى بوزيتيف تقدر تاخد من الاثنين التانيين. يعني بالضبط. أنت عشمان في ميداليات في هذه في الخماسي؟ أنا عشمان في ميدالية في يعني تبقى للأرقام بتاعتنا ترشحنا للفوز بميداليات بإذن الله؟ إن شاء الله أنا بتمنى. إحنا لعبتنا معقدة شوية، يعني فيها لعبتين ما تقدرش تتوقع إيه اللي هيحصل في اليوم، وفي ألعاب رقمية زي السباحة والجري والرماية، إنما عندنا السلاح والكراسية لا يمكن لأي بني آدم أن يتوقع إيه اللي هيحصل في اليوم بين اللاعبين. طب انا اسف برضه لان احنا المتابع معانا لازم يفهم يعني ايه خماسي بسرعه كده، كام لعبه بيلعب؟ كام لعبه خماسي؟ لعبه مركبه، كل لاعب بيلعب 5 العاب كلهم وبياخد نقاط فيهم، ومجموع النقاط هو اللي بيحدد الفائز. اللي هي ايه الالعاب؟ فروسيه قفز صدوق، والسباحه 200 متر حره، الجري مع الرمايه اسمهم الكومبايند، اللاعب بيجري 4 مرات 800 متر يتخلل كل 800 و800، مجموعة رماية لازم يكون 5 صفات مظبوطة، رماية بالليزر الحقيقة، والسلاح سيف مبارزة كله بيلعب بعضه وبياخد نقاط حسب عدد فوز الحيطة اللي حصل. إذا فروسية وسباحة ورماية وسلاح وألعاب قوة جري. مظبوط. طيب نكمل بقى في 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 مثلا إيه المسابقات اللي من هذه اللحظة حتى نهاية الغد
هياخدها ابطالنا والموقف المتوقع فيه. احنا عندنا بكره احد لاعبينا هيلعب في الجودو صباحا. جودو المنطق جودو الحقيقه المنطق بيقول ان هو فرصه منافسته صعبه جدا، انما الرياضه ما فيهاش كبير الحقيقه. احنا شفنا مفاجات كتير في اليومين الاولانيين. ليه فرصته صعبه؟ القرعه صعبه بالنسبه له ولا هو القرعه صعبه، وهو البنك العالمي بتاعه هيلاعب ناس اقوى او اعلى منه في البنك العالمي، ده لا يمنع انه في فرصه فوز طبعا، انما بتبقى دايما اصعب لما تلاعب لاعب اعلى منك في البنك العالمي. احنا في مفاجات حصلت في اول يومين، فوز بطلنا في سيف المبارزه الناشئ 18 سنه اللي كان احرز المركز الرابع في اولمبياد شباب بوينس ايرس محمد السيد، وصوله لدور الثمانيه على مستوى الكبار واخطائه بطل العالم الفرنسي صاحب اكثر من ميداليه اولمبيه. ده اللي هو اللي في السلاح. في السلاح كان حاجه مفاجاه الحقيقه رائعه امبارح. النهارده برضو السلاح قبل بلاء رائع الحقيقه علاء ابو القاسم، يعني طابق انا ما لسه كنت هسالك على علاء، لان علاء صاحب ميداليه سابقه. علاء صاحب ميداليه في 2012، حصل دروب 2016 وخرج من دور ال 16. النهارده لعب شوط رائعه، وصل لدور الثمانيه. في دور الثمانيه الحقيقه يعني كان بيلعب بطل اليابان، وكان ليدنج الماتش لغايه 13، يمكن 13-9 لصالح علاء، ثم خسر 15-13. بتتكرر مع علاء دي، يعني حصلت قبل كده يعني 13-9، يعني فاضل له لمستين. ها لمستين مظبوط من 15، كان هياخد ميداليه بعديه، كان يلعب سيمي فاينل على طول. وعندنا بطلنا محمد ماهر حمزه اللي كان بطل عالم الناشئين من سنتين، الحقيقه برضو عمل مباراه رائعه، وصل دور الثمانيه. يعني مصر عندها اثنين في دور الثمانيه، ويمكن كانت الدوله الوحيده لو انا متذكر صح اللي عندها اثنين في دور الثمانيه، فده برضو يبشر خير لمتابقه الفرق اللي هتبدا كمان كام يوم. احنا هنلاعب فرنسا في كورتر فاينل في سلاح الشيش. لو هم وصلنا في الثالث احنا وصلنا في السادس، لو فزنا هنخش سيمي فاينل على طول. نتمنى ان شاء الله لولادنا التوفيق. يعني يفصلنا على الدور ال او الفوز بميداليا مباراه فرنسا. مظبوط، مباراه فرنسا لا طبعا، لو خسرنا في سيمي فاينل في مباراه ثالث ورابع، والرابع ما بيحرزش ميداليا، بس يعني هنقرب قوي من الميداليا، وده يبقى حاجه كل التوفيق. لكن تعالى بقى، احنا هننافس بكره في العاب ايه؟ في الجودو وفي السباحه الجودو والسباحه. طيب كل اللي فات ده كلام في الرياضه. عايزين نتكلم الكلام اللي يهم الجماهير، الكوره وكره اليد. لان الحقيقه ساعات كده احنا نرفع سقف التوقعات عندنا لدرجه النتيجه المنطقيه لما تتحقق تعمل لنا احباط، زي كره اليد امام الدنمارك. تمام. النهارده خسرنا من الدنمارك بفارق 5 اهداف. الحقيقه اللي طمعنا في الماتش هو ان احنا كنا ليدنج في الماتش الحقيقه، انما ما احنا عارفين ان الدنمارك هو المصنف الاول بالفوز، احنا يمكن الرانك بتاعنا السابع على العالم، فده شيء منطقي ان احنا نخسر. احنا بس الدوري المجموعات الناس تعرف الكلام ده، المجموعه فيها ست دول، والاربعه الاوائل هيعدوا للدور قبل النهائي. احنا عايزين نوصل ان احنا نبقى اول او ثاني مجموعه عشان نقابل ثالث او رابع المجموعه الثانيه. لا ما انت خلاص خسرت من الدنمارك، صعب تبقى الاول. لا صعب تبقى الاول، بس الثاني الحقيقه في المتناول، بالذات ان السويد اللي هي اعلى منك في الرانك، انت رانكك في المجموعه دي الثالث على فكره. ده المنطقي يعني. ده المنطقي، بس طبعا الناس كانت طمعانه على ضوء الاداء في بطوله العالم، لكن انا عارف ان الفرقه دي جايه جايه الدارة الاولمبيه باستعداد اقوى يعني. طبعا هو يعني اللي حصل في بطوله العالم في مصر كان اداء اكثر من رائع، انما احنا اتغلبنا من السويد والدنمارك اللي هم الاثنين اللي معانا في المجموعه الحقيقه. السويد الحقيقه منظرها في البطوله ما يدلش انها يعني مستعده كويس، انا شايف ان عندنا فرصه الحقيقه. السويد كسبت البحرين بفرق نقطه واحده فقط لا غير، او جول واحد، لو ربنا كرمنا وفزنا على اليابان غدا ثم ان شاء الله. هو ماتش اليابان ده خطر جدا، يعني اليابان على ارضه وهم تملي بيعملوا لنا كده حاجات. في ميزه ان مفيش جمهور، فيعني مش هياخدوا الادفانس بتاع الارض بشكل كبير يعني.
بس انا واثق ولادنا على قد اللي هي سواء طلعوا الثاني او الثالث على اذا المجموعه. كره اليد لديها فرصه لو فازوا على اليابان يبقى ربنا باذن الله يسهل في الدور الثاني ان احنا نخش في تصنيف جيد ان شاء الله. هو الوصول لدور الثمانيه يعني مش هقول شبه مضمون الحقيقه يعني، انما في الاخر احنا عايزين اكثر من كده الحقيقه، احنا عايزين نوصل دور الاربعه. طيب النبي بتاع البدايه كره كره القدم، القدم الحقيقه، كرة القدم القرعة كانت مش صالحنا خالص، كلنا كنا قلقانين من اسبانيا والارجنتين في المجموعة اللي هم اعلى منا في الرانك العالمي، واستراليا مش اعلى منا، انما الحقيقة كنا فاكرين استراليا هتطلع حصلت المجموعة. استراليا عملت مفاجأة في اول يوم بالفوز على الارجنتين واربكت المجموعة بشكل كبير. الحقيقة احنا يعني حزننا على الهزيمة من الارجنتين، ما كناش نستحق هذه الهزيمة، انما في الاخر احنا فرصنا لا زالت موجودة، كل المطلوب هو الفوز على استراليا، لو فزنا باكثر من هدفين ضمننا بنسبه 100% التاهل للدور الثمانيه، لو فزنا بهدف واحد هننتظر النتيجه بتاعت اسبانيا اسبانيا على والارجنتين. الارجنتين بالظبط، انما بنسبه 90% برضه احنا بقى تاهلنا، فاللعيبه بس محتاجه تركز على اذا حجر الزاويه هو الفوز على استراليا باي نتيجه. مظبوط طبعا. طيب عايز اضيف اي معلومات تقول لنا حاجة، خبر ما نكونش نعرفه هنا، ما شيء عن يعني تحطنا في الأجواء يعني سمعنا كده إن في مكافأة فورية كده 5000 دولار أظن لهدايا وعيسى، يعني أتفضل. فعلا تم صرف 5000 دولار فورا من رئيس البعثة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية للبطلين، وهم يستحقوا اكثر من كده كمان الحقيقه لادائهم الجيد والحفل باقي اللاعبين. انا عايز اقول بس ان الروح المعنويه للعيبه كلها عادي جدا، الدنيا ماشيه كويس، لا داعي على الاطلاق للنقد الشديد للاعبين او الاتحادات او بص اللجنه بص الاولمبيه مهما أو قلت مهما قلت على مهما قلت حضرتك لازم نتوقع شيء من النقد، لكن ساعة ما تقدموا كشف الحساب بقى على الأداء العام ممكن نقول يعني احنا بنمهد بهذه التفاصيل عشان الناس ما تحبطش، لكن مهما قلت المصري أو أي واحد فينا لأن احنا بناخد الرياضة كنوع من بنربطها بكبريائنا فبنتألم، مش عايز مناقشة يعني. سمعنا برضو إن معالي الوزير اللي بطل من حضرتك تنقل له تحياتنا يعني زود المكافأة بتاعت الميداليات ولا دي إشاعة لسه؟ لا مش إشاعة الحقيقة، هو أعلنها في المؤتمر الصحفي اللي كان قبل السفر بأسبوع، وأعلن زيادة المكافأة حسب اللائحة بتاعت دور شباب الرياضة ل 50% في حالة الفوز بالذهب والفضة أو الفضة، وإحنا طلبناه كمان بالبرونز عشان يبقى بنفس المعاملة الحقيقة، ودي لائحة ما اتغيرتش من 2013 من ايام سياده الوزير عمرو فاروق، هو اللي كان رفعها لهذه المبالغ الحقيقه. نتمنى الحقيقه انها تنفذ، لان كل ابطالنا يستحقوا اكثر من كده كمان. اللاعب في الاولمبياد حضرتك عارف مش المكافاه هي اللي هتحركه بالشكل الاكبر، الميداليه وتحقيق او الجلوري لدولته ولنفسه بميداليه في اعلى معترك رياضي في العالم بيقام كل 4 سنوات، ده لوحده حافز كبير جدا جدا جدا. احنا بقول ابطالنا ال 133 كلهم ابطال، كلهم يستحقوا الاشاده، وصولهم للاولمبياد الحقيقه حاجه اكثر من رائعه. ومهما كانت النتيجه الحقيقه احنا قلنا من الاول عايزين نكسر 5 ميداليات، يمكن نكسرها يمكن ما نكسرهاش. المنطق بيقول ان احنا نحرز من 3 إلى 4 ميداليات، جبنا 2 اوريدي، يعني تحقيق الهدف الحقيقه بقى اسهل كتير. ان شاء الله ان شاء الله نكسر 5 ميداليات، يبقى حققنا جميع الاهداف اللي حطيناها لنفسنا من 3 سنين. نشكرك جدا على ان صحيناك في الفجر وعلى هذه المداخله القيمه، وكل تحياتنا وامنياتنا بالتوفيق ومزيد من الميداليات.